اهلا بيكم، عاملين ايه؟ الحلقة دي هنتكلم فيها عن شوية حاجات عملتها من عجينة، ده اسمها، دي عجينة تشكيلية اهي، عجينة طينية للتشكيل. العجينة دي عملت منها الوردة دي، و القلب ده عشان ايه؟ يعني الاقلام تبقى حاجة سهلة نحط فيها الاقلام كده. وعملت كمان فيل، ايه رأيكم؟ في عجينة تانية ده نوع من انواع الموضوع ده، عجينة تانية لسه ما جربتهاش، وان شاء الله اول اي حاجه بعملها هنزلها واعرفكم عليها. دي برضو عجينه للتشكيل. في معلومه مهمه لازم اقول لكم عليها، العجينه دي او اي عجينه بتستعملوها للتشكيل لازم اول ما تجيبوها تلفوها كويس وتحطوها في الثلاجه. ليه؟ علشان لو حطيتوها بره هتنشف. وانتوا بتستعملوها لاي عمل، عايزين تعملوا اي حاجه، بتاخدوا منها يعني بتغطوها بحاجه، لازم تتغطى بحاجه كويس علشان ما تنشفش منكم وانتوا بتستعملوها. وممكن بعد ما تخلصوا العمل اي حاجه بتعملوها تلونوها، ممكن تتلون بس انا ما لونتهاش. بتتلون بألوان إكليريك. وأي حاجة بتعملوها بتسيبوها تنشف لمدة يوم أو يومين، ممكن تاخد معك يومين لو كانت حاجة كبيرة زي كده هوت، فمحتاجة أنها إيه تقعد فترة أطول عشان تنشف. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، شكرا لكم جدا، باي باي.